كثيره هي الاجراءات التي يقوم بها بنك الكويت المركزي في توجيه عملاء البنوك لاستخدام الخدمات المصرفيه ابرزها على هذا المسار اجراءات تطوير نظم المدفوعات لضمان بيئه امنه ومستقره للعملاء يقوم بنك الكويت المركزي بتوجيه عملاء البنوك لاستخدام الخدمات المصرفيه الالكترونيه من خلال توجيه حملات مكثفه للعملاء بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، وطبعا هذا كان احد مساعي بنك الكويت المركزي لخلق بيئه تعامليه مصرفيه الكترونيه تدعم النمو الاقتصادي وكذلك توفر حاجه العملاء في تنفيذ معاملاتهم الماليه والمصرفيه في بيئه امنه ومستقره. وذات كفاءه عاليه وباسرع وقت ممكن وبتكلفه منخفضه ولدعم هذا التوجيه قام بنك الكويت المركزي بتامين قاعده تعاملات مصرفيه للبنوك المحليه والجهات الحكوميه على مستويات عاليه جدا من المعايير الامنيه والفنيه تتيح تعدد الخيارات المصرفيه باقل تكلفه وسرعه وامان للعملاء. ويمضي بنك الكويت المركزي قدما نحو تحديث انظمه البنوك وتطبيق المتطلبات المتعلقه بالامان والتحول الرقمي حرص بنك الكويت المركزي وعلى مدى سنوات عديدة على تأمين قاعدة تعاملات مصرفية يتم من خلالها تنفيذ العمليات المصرفية على أعلى مستوى من الأمان والكفاءة وكانت جهود البنك المركزي ممتدة على مدى سنوات وليست وليدة اللحظة جهود تضمن تأمين وتوفير نظم مدفوعات تعمل في بيئة آمنة ومستقرة محكومة ضمن أطر تنظيم ورقابية لتسهيل البنوك على البنوك توفير الخدمات المصرفية لعملائها بما يضمن السرعة والكفاءة وخفض التكلفة بنك الكويت المركزي المؤسسه الاكبر المعنيه بالسياسه النقديه في البلاد يسعى عبر اجراءات متعدده الى توفير اكبر قدر من الحمايه لعملاء البنوك المحليه من خلال التطبيقات البنكيه وكثير خطوات لاتاحه خيارات المنتجات المصرفيه الالكترونيه. احمد المسعودي لتلفزيون مجلس.